فرحانين بالمنتخب ديالنا، فرحونا وهذه الفرحه ما شفناهاش من 86. كانت عندي 16 عام ودابا عندي 53 عام وجايه وفرحانه. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. حنا جينا من قنيطره باش نستقبلوا الاسود ديالنا ونشكرهم على الانجاز الكبير اللي داروا لنا، اللي وصلونا المربع الذهبي والمجهودات اللي كانت باينه عليهم باش يوصلونا بهذه النتيجه وعرفوا بلادنا في العالم باسره. وما قدرناش نلحقوا عليهم القطار، حنا جينا هنا للاستقبال ديالهم وفرحه كبيره هذه باش نشوفهم قدامنا ونحييهم واخا من بعيد. جيت باش نشجع الفريق ديالنا الوطني ونقول لهم تبارك الله عليكم، راكم فزتوا بالقلوب الملايين ديال المغاربه والملايين ديال العرب وشرفتونا وشرفتوا المغرب. تبارك الله عليكم ان شاء الله. واخا ما ديناش الكاس هذه المره ولكن ان شاء الله راه غادي يعني هذا بدايه ان شاء الله النجاحات قادمه، وان شاء الله غادي يجي الكاس. ما جاش هذا العام، غادي يجي في 2026. وفيف ماروك. كنشكروا الركراكي وكنشكروا الاسود بواحد بواحد، واخا ما داوش الكاس بالنسبه لنا خداو الكاس، ونتمنوا الكاس العالم الجاي ياخذوه وكاس افريقيا اللي جاي مع حسن ان شاء الله. نديروا النيه. كنشكروا الركراكي بزاف وكنشكروا الدراري واحد بواحد، كلهم داروا مجهود تبارك الله عليهم، وحنا كنبغيوهم بزاف. وبالنسبه لينا حنا راه خداو الكاس، ماشي دازو غير الدمي فينال. كنتمناو ان شاء الله في المونديال الجاي يدوزو الكاس العالم ويديو ان شاء الله ونزيدو نفرحو كثر 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 كثر. كنشكروا الركراكي اللي دخلنا للتاريخ، عمرنا ما كنا كنحلموا بهذا الشيء وخلانا نحلموا، ما خلاناش ديما نبقاو نضربوا غير فرقه ونتقصاو شي اقصاء مشرف. الحمد لله وصلنا مع اربعة فرق الاولين وتكلاسينا حنا الرابعين، وعاوتاني طلعنا للرقم 11 الدولي. وتنشكروا الركراكي، تنشكروا اللعابه على القتاليه ديالهم، وتنشكروا الدراري اللي تقاتلوا وجابوا لنا هاد العز ودخلونا للتاريخ. نو سوم تري زوغو ديترو لا، فرحانين بزاف جينا نستقبلوا منتخب جانا اللي شرفوا الكره ديال الكره المغربيه، الكره العربيه، الكره الافريقيه. كل شيء كيف ما كتشوفوا الاجواء زوينه بزاف، الناس جايين من مدن من مراكش، جايين دو بارتو، الناس سون تري زوغو. و كنقولوا لهم شكرا بزاف، شكرا لهذا الشيء اللي درتوه، شكرا لاي حاجه قدمتيوها للمغرب. ميرسي بوكو اي تري بون كوراج بور لا سويت.